عالم الناس اتجمعت وجي فرق الانقاذ النهري وجات الحمايه المدنيه على اساس يلحقوا الناس، كان الميكروباص خلاص نزل. يعني مشاهد ماساويه من حادث ترعه الابراميه في اسيوط. في بعض الناس برضو متوفين حاليا، اهاليهم لقوا الحاجات بتاعتهم في الميكروباص، فهو ما زال البحث جاري عنهم. الميكروباص طلع من غير الركاب، وام ضحت بنفسها في سبيل انقاذ ابنائها، وفي مصابين بين الحياه والموت، وفي ناس لسه في عداد المفقودين. يا ربنا يصبر قلب اهاليهم جميعا ويرحمهم جميعا ويجعلهم من الشهداء يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من موت الفجأة ومن فواجع الاقدار. حادث مأساوي شهدته محافظة أسيوط راح بسببه عدد من الضحايا اللي فقدوا أرواحهم في غمضة عين. حسب التحريات فالميكروباص كان فيه 10 ركاب بالإضافة للسواق، وأثناء وجود الميكروباص في الموقف العربية اتزحلقت فجأة في الترعة. مفيش حاجز خلف الموقف على أساس يبقى سياج أمني. قوات الإنقاذ النهري وصلوا لمكان الحادث وخرجوا الميكروباص من المية بسرعة، والميكروباص خرج من غير الركاب، وفي ناس توفوا وفي ناس لسه في عداد المفقودين، في ناس مصابين بين الحياة والموت. الميكروباص طلع فارغ ما فيهوش ركاب. لا طلع فارغ. ضحايا ومصابي الحادث كان عندهم أحلام رايحين يحققوها، وكل واحد منهم نازل من بيته أو راجع بيته لهدف معين، وما كانوش يعرفوا إن ده اليوم الأخير ليهم في الحياة، ما كانوش عارفين إن الموت في انتظارهم على الطريق. من بين قصص الضحايا قصة أم ضحت بنفسها علشان خاطر عيالها وفضلتهم على نفسها، والأم دي كان عندها فرصة إنها يا إما تنقذ نفسها أو تنقذ عيالها، قررت إنها تنقذ عيالها. الميكروباص وقع في الترعة فجأة وتسبب الحادث في وفاة عدد من الناس، وفي عدد من الناس خرجوا من الحادث مصابين، في عدد من المفقودين. السيدة شريهان عثمان ما قدرتش تشوف عيالها بيموتوا ورمتهم برا الميكروباص وهي توفت، هما نجوا من الموت بأعجوبة. وبعد وفاتها تم تداول قصتها على نطاق واسع، والكل تأثر بالقصة، والكل بيدعي لها بالرحمة والمغفرة. ضحايا ومصابي الحادث كانوا ماشيين في الطريق عادي، وما كانوش يعرفوا ان دي الرحلة الاخيرة ليهم في الحياة. موت الفجأة انتشر خلال الفترة الاخيرة، والناس بتبقى ماشية والموت فجأة بيخطفهم، الموت بيقرب من الكل في لحظات، ومحدش يعرف فين وامتى هتنتهي حياته. لكن لما القدر بيقول كلمته مفيش حد يقدر يأخر الموت ولو حتى ساعة واحدة. رحم الله الضحايا وألهم أسرهم الصبر، ادعوا لهم بالرحمة وادعوا لأسرهم بالصبر.